السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن رح ندرس مع بعض إنجليزي. نسيت لكم إنه أنا بالصف الرابع الابتدائي. قبل ما نبلش بحب إني أقول دعائي المفضل: اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم افتح علينا فتحا مبينا. يونت 1، الوحدة الأولى، feelings، المشاعر. talk time، وقت التحدث. listen and point، استمع وقم بالإشارة. يلا بنجي أول وحدة. hi، how are you؟ مرحبا، كيف حالك؟ I'm great، thanks، and you؟ أنا جيد، شكرا، وأنت؟ I am fine، أنا جيد. فينا نقول جيد، فينا نقول يعني تمام، بتجي أكثر من ترجمة لهالكلمة. بنجي للثاني. Welcome to our class، أهلا بك في صفنا. Hello، مرحبا. Hi، it's nice to meet you، مرحبا، سررت للقائك. It's nice to meet you too، سررت بلقائك أيضا. منعيد أنا وأنت يا ليمار. يلا. Hi. Hi. How are you? How are you? Hi. How are you? Hi. How are you? I'm great. I am great. Thanks. Thanks. And you? And you? I'm fine. I am fine. مرة تانية. Hi, how are you? Hi, how are you? عيدية. Hi, how are you? I am great, thanks. I am great, thanks. And you? And you? I am fine. I am fine. Hello. Hello. Hi, it's nice to meet you. Hi, it's nice to meet you. It's nice to meet you too. 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 Fun time. Greeting line. Talk to the teacher and leader. تحدث إلى المعلم والقائد. Hi. Hello. I am first. I am second. I am third. I am fourth. I am fifth. I am finished. How are you? I am great. يلا منعيد مع بعض. Hi. Hi. Hello. I am first. Hello. I am first. Hello. I am first. Hello. I am first. مرحبا. أنا الأول. مرحبا. أنا الأول. I am second. I am second. أنا الثاني. أنا الثاني. I am third. I am third. أنا الثالث. أنا الثالث. I am fourth. I am fourth. أنا الرابع. أنا الرابع. I am fifth. I am fifth. 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 أنا الخامس. أنا الخامس. I am finished. I am finished. أنا الأخير. أنا الأخير. How are you? How are you? كيف حالك؟ كيف حالك؟ I am great. I am great. أنا جيد. أنا جيد. خلصنا الدرس وهلأ لازم نحل التمارين. طبعا أنا رح أشرح لك التمارين وروح لجوا، بس خلصتي حل بشوف إذا في عندك أخطاء أو لا، وهلأ فهمتي الدرس أو لا. تمام؟ يلا بنجي على السؤال الأول. تمرين الأول listen point and practice trace، استمع وقم بالإشارة وتتدرب وتتبع. hello hello، هون طبعا الكلمات أغلبها شايفة حاطي لك إياها بخط كتير فاتح، وأنت لازم تكتبي يعني ترجع إعادة كتابتها بخط واضح. how are you؟ I'm great, thank and you. I'm fine. اللي بعدها join and trace those. كمان عندك كلمتين تعتبري حالك انك عم تحكي مع شخص، بس انت هون لازم تكتبي وبعدين تقرأي. الصفحة اللي بعدها، اللي بالصفحة عندك listen point and practice trace and write، بدك تستمعي تقومي بالإشارة وتتدربي وتتبعي وبعدين بدك تكتبي. بدك تقرأي أول شيء
وبعدين تكتبيهم بشكل صحيح. هنن اول شي حاطي لك هاي فراغ، ما بدنا نحط شي ابدا بهالفراغ. هاو بدك تكتبي انتي شو تعلمتي، ما رح لك الجواب لشوف حفظتي ولا لا، فهمتي الدرس ولا لا. اوكي، عندك بعد هاو في كلمات لازم تكتبيها، اللي تحت مكتوب I am fine. خلص بعدين رح تتدربي على قراءتها كconversation يعني كمحادثة. match and write بدك توصلي بعدين بدك تكتبي. اوكي، عندك الارقام موجودة، عندك 1 2 3 4 5، بعدين كاتبي لك اياها بشكل اول شي. طبعا هنا كاتبيون ملخبط، وانتي بدك تعرفي الاول شو لازم نقول، الاول بدك تشوفي وين رقم الاول. هنا حاطين لك اياهم بشكل ملخبط، كاتبين لك second fifth first fourth third. اوكي، بعدين حاطين لك اياهم I am first I am، بدك تكملي بشكل مرتب، بدك تحطي الارقام داخل الدوائر وبعدين رح تكتبيهم. تمام ليمار؟ تمام. يلا رح اتركك تحلي، وبس تخلصي بجي بشوف. تمام؟ يلا هلا انا راح بلش الحل، ان شاء الله يكون صح. طبعا خلصت الصفحة الاولى وهلا الصفحة الثانية. ان شاء الله يكون صح. يلا هلا بروح نادي ماما تشوف اذا صح. يلا نشوف الحل. هلو هاو ار يو، اي ام فاين، هاي هاي. الصفحه اللي بعدها هاو ار يو. اوكي، عندك السكند الفيفث، لا عندك الفيفث غلط يا ماما، بس هي الخامس مو الرابع. امسحي وعدلي الإجابة. أول شي اللي فوق ماما بقلب الدوائر، عدلي الأرقام. اوكي ماما. الفيفث، صلحي الأخطاء، بتضيفي الأم بعدين بتحطي الأرقام. الثالث شو؟ الثالث شو؟ ثالث. احسنتي، يلا هيك خلصنا واجب الانجليزي، وشوفي بقية الواجباتك. هلا انا رح بلش مادة اللغة. طبعا قبل ما ياخدوا الدروس الجديدة لازم يكون عندهم مراجعة مكتسبات السابقة. في بداية كتاب لغتي للصف الرابع موجود القواعد الاساسية للغة العربية، وطبعا هي مهارات مكتسبة تعلم الطالب من السنين الماضية، بس حلو انه تكون موجودة لحتى الطالب يتذكرهم وما ينساهم ابدا. اول اشي عاملي لهم الفرق بين الال الشمسية والال القمرية، بعدين عاملي لهم حروف المد الحركات الطويلة، بعدين الشدة، بعدين التاء المفتوحة والمربوطة، علامات الترقيم والتنوين، حاطين اشكال التنوين، وهون رح يكون تقييم كامل للطالب بالمهارات المكتسبة السابقة. مار انتي اخدتي بالسنين الماضية الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية، ذكريني شو لسه حافظة؟ كيف تقدري تفرقي بين اللام الشمسية واللام القمرية؟
لا بدون ما تطلعي بالكتاب تذكريني. يلا. اللام الشمسية تكتب ولا تنطق، اللام القمرية تكتب وتنطق. طيب هون بالكتاب حاطي لك شرح كامل للام الشمسية واللام القمرية، قرأي ليها. الحروف التي تأتي بعدها التاء الساء الداء الزاء الراء الزاء السين الشين الصاء الطاء الطاء الظاء الناء اللا تكتب ولا تنطق. الحرف الذي يلي اللام الشمسية يكون مشددا. اللام القمرية. الحروف التي تأتي بعدها الألف الباء الجيم الحاء الخاء العاء الغاء الفاء القاء الكاء الميم الهاء والواو الياء تكتب وتنطق. اللام القمرية ساكنة والحرف الذي يليها يكون متحركا. تمام. طيب أخذتي كمان حروف المد يلي هي الحركات الطويلة، عددي لي حروف المد. ألف والواو والياء. طيب الحرف اللي بيجي قبل حرف الألف فتحة، وقبل الواو ضمة، وقبل الياء كسرة. تمام. قرأي لي بشكل مفصل عن حروف المد الحركات الطويلة. الألف يأتي قبله فتحة سماء. الحرف الممدود حرف الميم. الحرف المد حرف الألف. حرف الواو يأتي قبله ضمة أكون. الحرف الممدود حرف الواو. حرف الممدود شو هو الحرف الممدود؟ حرف الممدود حرف الكاء. أيوة. حرف المد حرف الواو. الياء يأتي قبله كسرة أخي. الحرف الممدود حرف حرف الخاء. حرف المد حرف الياء. تمام. الشدة الحرف المشدد هو عبارة عن حرفان أولهما ساكن والثاني متحرك، فأضغم الحرفان فأصبحا حرفا واحدا مشددا. هلأ أنت رح تساعدي العصفور في كتابة الشدة على الحرف الصحيح. أول مثال سلمة. أين حرف المشدد؟ حرف اللام. عمي حرف الميم. سبورة حرف الباء. رف رفة رفة حرف الفاء. نحب حرف الباء. ثم حرف الميم. هلأ عندك التاء المفتوحة والمربوطة، لازم نحن نميز بين التاء المفتوحة والمربوطة لحتى ما يكون عندنا أخطاء إملائية. كيف أفرق بينهما؟ عندما نريد كتابة أي كلمة في نهايتها تاء لا نعلم هل هي مفتوحة أو مربوطة، نحول هذه التاء إلى هاء نطقا. إذا تغير معنى الكلمة فاعلم أنها تاء مفتوحة. إذا لم يتغير معنى الكلمة فاعلم أنها تاء مربوطة. مثال على ذلك عندنا تفاحة. طيب تفاحة نحول التاء إلى هاء في النطق. قرأي لي تفاحة، حولي لي التاء إلى هاء، كيف بتحوليها؟ نحول التاء إلى هاء في النطق. طيب يلا قرأي لي كيف بتصير نطقة؟ النقطة تفاحة. تفاحة، أحسنتي. إذن هي تاء مربوطة. طيب عندك كلمة بيت نحول التاء إلى هاء في نطقها، نلاحظ أن المعنى يتغير. كيف بدنا نقول؟ طيب تقولي بيا ما بتصير بيا، أصبح تغير المعنى، أصبح هي تاء مفتوحة. إذا وقفت على التاء المربوطة بالسكون تنطقها هاء. علامات الترقيم هي رموز توضع بين الجمل لتسهم في إفهام القارئ معنى الكلام،
وتبدو الكتابة أكثر تنظيما وجمالا، ويمكن أن تسبب كثيرا من الإرباك في الفهم لو أهملت أو استعملت في غير مكانها. النقطة: أحب أن أنهي الكلام لذا تجدني في نهاية الجملة، يعني توضع في نهاية الجملة. الفاصلة: أحب أن أفصل بين الجمل الطويلة حتى لا تتعب في قراءتها، لذا تجدني بين الجمل المتتابعة. الفاصلة المنقوطة: أشبه أختي الفاصلة، لكني لا أعمل كثيرا مثلها، تجدني بين الجمل التي تذكر السبب في حصول ما قبلها. الاستفهام: أحب طرح الأسئلة، لذلك تجدني في نهاية الجملة الاستفهامية. التعجب: أعبر عن المشاعر والعواطف، لذلك تجدني في نهاية الجملة التي تحمل تأثرا، سواء كانت تعجبا أو فرحا أو حزنا. النقطتان الراسيتان: نقف فوق بعضنا ونأتي بعد القول ومشتقاته وبين الشيء وأقسامه. الشرطة: يبدأ في الحوار وتجدني كذلك في بداية الجمل المعترضة وفي نهايتها. أشكال التنوين: بالضمة بو، بن، قلب، قلب، بالكسرة بي، بن، قلب، بالفتحة ب، بن، قلب. عند التنوين بالفتح نزيد ألفا على جميع الحروف الهجائية ما عدا التاء المربوطة، الهمزة، الأسماء الممدودة التي تنتهي بألف وهمزة. الأمثلة مثل مدرسة، ملجأ، مساء. ملحوظة: الاسم المبدوء بأل لا يقبل التنوين. مثال على ذلك قلب، القلب، يعني ما فينا نقول القلب. هاي الصفحة فيها اختبار تشخيصي، لازم يقرأ النص كامل مع وضع علامات الترقيم بشكل صحيح. بعدها رح يكون في أسئلة عن هذا النص بدل على فهم الطالب للشيء اللي قرأه. لا، أنا قرأت النص أكثر من مرة، هلا أنا رح حل. أكثر الكلمات التكرار في النص كلمات جدتي. اللون الذي لم يذكر في النص هو اللون الأبيض. أحضر الوالد الجد الصندوق من تذهب أمونة لبيت جدتها كل 7 أيام. كلمة منونة تنوين ضم. يلا استخرجي كلمة منونة تنوين ضم من النص السابق. تنوين ضم، تنوين ضم، تنوين ضم، تنوين ضم. وجميلة. جميل. أيوة جميلة. كلمة فيها مد بالواو. كلمة فيها مد بالواو. وين كلمة فيها مد بالواو؟ هنا في مد بالواو. أمونة. في عندك كمان بعنوان النص. صندوق. أيوة. كلمة فيها حرف مشدد. حرف مشدد. حيط لها. حرف مشدد. جدتي.
كلمة مبدؤة بالآلة الشمسية. الصندوق. كلمة مبدوءة بألة القمرية. مين الألة القمرية؟ الألة القمرية. والأصفر. كلمة مختومة بتاء مربوطة. تاء مربوطة. وين التاء المربوطة؟ تاء مربوطة. تاء مربوطة. حديقة. كلمة مختومة بتاء مفتوحة. لقيت كتير تاء مفتوحة. بيت. هيك يكون خلصنا واجبات المطلوبة. مع السلامة.